بدأتي إزاي؟ هو في البداية خالص هو كانت دراسة، يعني أنا دراستي أصلا تصميم أزياء من أيام الجامعة. بعد كده بدأت أعمل أنا لنفسي لبسي، فبدأ الناس يعجبهم شوية، صحابي يقولوا ده حلو قوي، ده عاملاه منين، يعني كنت دايما أحب أختار حاجات مختلفة عن الموجودة في المحلات وكده، فبدأت تعجبهم، فأهلي يقولوا طب ليه ما تعمليش واحنا هناخد عملنا واحدة زيها مثلا أو كده. فبدأت أعمل وصحابي ياخدوا مني، أهلي وقرايبي ياخدوا مني. فعليا بدأت 2011، كنت بدأت قبلها 2009 بس على الحاجات على خفيف كده. يعني 2011 بدأت بقى اللي هو شغلي، يعني أن أنا أعرض الشغل اللي أنا بعمله والزينز اللي بعملها في يعني على في الستورز. بقى كان زمان وقتها ممكن يعني أعرض في ستور مثلا معين، والحاجة لما تتباع الناس تكلمني تقولي تمام شغلك بعت عليه هات لنا غيره وكده. وكنت بس يعني في البداية خالص ما كنتش بادئة بقى موضوع الستورز ده، كمان كنت بعمل حاجة زي فاشن شو كده مصغر، يعني أبدأ أعمل كذا كوليكشن كده من العبايات، وبعدين أعمل أجيب موديل وأعزم بقى أصحابي وقرايبي وأخد أي كافيه كده ونعمل بقى فاشن شو، يعني حاجة بسيطة حاجة مصغرة للفاشن شو. يعني كان رد فعل الناس أول ما كانت لذيذة جدا طبعا، كان كله بقى إيه ده أنتوا عاملين إيه وفي إيه هنا، فالناس بدأت تسأل تستغرب يعني من الموضوع وكده، فبس عجبهم جدا. بدأت الناس بقى تشتري وتتفاعل. بالظبط، بدأنا نتعرف بقى طبعا. أهلي أول حاجة، أكتر ناس دعمتني صحابي برضو طبعا، وعندي بقى جنود مجهولة كتير بقى يعني ورا، وطبعا أهم حاجة التيم بتاعي دول هم هم دول أكتر داعمين، وهم دول أكتر ناس بتشتغل فعلا من قلبهم، دول اللي فعلا يستحقوا التكريم، بداية من التصنيع، تيم التصنيع، تيم السوشيال ميديا، تيم اللي في المكتب، الجداد والقدام، كلهم بصراحة بيشجعوكي دايما. طبعا بيشجعوني وبيشتغلوا فعلا من قلبهم، يعني مش بس عشان الشغل وخلاص، لا ده شغل فعلا بحب. ليه اخترتي بدايتك تبقى الازدالات؟ ليه مثلا ما عملتيش فساتين كاجوال الحاجات دي؟ عملت كل ده، يعني بدأت بالتدريج، انا بقولك من 2011 فعملت. بس انا اول ما بدأت كانت ازدالات، يعني كانت الازدالات والحاجات اللي هي الفضفاضة الواسعة قوي اللي بتتلبس في البيت. يعني فكرة اصلا البراند الحاجة السهلة اللي بتتلبس بسرعة، اللي نقدر نقابل بيها حد جانا فجأة عايزين ننزل نوصل الولاد الحاجات دي، فحاجة لبسها سريعة ويكون شكلها حلو وممكن البسها فوق الهدوم اللي انا لابساها عادي. تمام. فجت فكره الازدال من هنا يعني. فبس في ناس بتحاول ان هي تاخد الالوان ونفس الديزاين ونفس الحاجات دي وبتظهر على السوشيال، بيعملوا نفس اللي انت بتعمليه بالظبط. بصي لو سألتيني السؤال ده من سنتين كنت هقولك كنت بعيط وبكتئب وبكلمهم على يعني اقول لهم ليه بتعملوا كده، ليه بتسرقوا مجهودي، ليه يا جماعه بتقلدوا الموديل، ما تعملوا حاجه من دماغكم، ليه بتاخدوا تعبي. بس دلوقتي بقيت اقول يعني طب ما هو ده فعلا نجاح. انا كان وقتها الناس تقولي يا ما تزعليش هما بيقلدوك عشان الموديل بتاعك ناجح وكده فهما بيقلدوه، فدلوقتي بقيت شايفاه نجاح يعني، فما بقيتش ازعل لما الاقي حد بيقلدني. خلاص هما يمكن يعني ما عندهمش القدره ان هما يبتكروا ان هما يعملوا موديلات جديده، انا خلاص انا بعمل الموديل يعني مش بقلد حاجه، انا بعمل موديل ديزاين بفضل ارسمه بنشتغل عليه شهور كتير قوي لحد ما بنوصل للنتيجه بتاعته دي، فخلاص انا يعني هو معروف مين صاحبة الفكرة. بعد كده بقى اللي حابب يقلد براحته، ما بقاش عندي مشكله من الموضوع ده يعني.